جهود كبيرة لم تتوانى لحظة عن بذلها سعيا لتمثيل دولة الكويت أفضل تمثيل، وذلك من خلال مساهمتها القيمة والفاعلة لترقية مجال تبادل الأخبار بين الدول العربية الشقيقة. فتحت هاشتاج إذاعة دولة الكويت ومشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز، تداول المغربيون أمس خبر تكريم اتحاد إذاعة الدول العربية لإذاعة دولة الكويت، وذلك اعترافا وتأكيدا على الإنجازات المميزة التي قدمتها في مجال التبادلات البرامجية، وذلك خلال عام 2018، حصدة من خلاله ثمار جهودها بتحقيقها المركز الأول في تصنيف وعدد ساعات البرامج بأرقام قياسية مشرفة.